شعب كومام. الشعب الجزائري هذا اللي قاعد يسوفري هذه الايامات، قاعد يسوفري من الاسعار، قاعد يسوفري من دون تو لي سونس، دون تو لي سونس، الاسعار، نقص الصحه، نقص الترانسبور، نقص المدارس، التعليم، الاخلاق، الامن، عدم الامن، الكذب بنت على ميديا، يشوف في لاتيلي حاجه في الحقيقه يلقى حاجه اخرى. دونك لو بيي طون دونجي، مي عندنا كو ميم دي فوناتر بور اسيي ماتنو دانفيرسي لا ماشين. عندنا دي فوناتر ماتنو بور فورسي لو ريجيم الجيريان ا اكسبتي لوفرتور بوليتيك، ما نقولش ديموكراتيك، لوفرتور بوليتيك. En s'organisant, on peut faire pression sur le pouvoir, mais pas si il dit une monnaie d'élite siyasiyin le habs bidoun wajh qanoun. لازم حتى كي يروح مناضل للحبس لازم القانون يكون واضح على راح السيد هذا، لازم القضاة مام القانون تاعنا فيه دي زارتيكل بزاف مدرحين بصح لازم ما يخرجوش من الإطار القانوني، ونوعية الأحكام لازمها توافق القانون. ثاني في الجانب المرحم تاعو، يعني في الجانب كليمون تاعو ماشي في الجانب لو بير تاعو، معناتها قضيه مثلا اللي الحكم فيها يقدر يكون من عام لخمس سنين، مدو عام تمدوش خمس سنين. فوالا على هذه دوك نهضروا على التعطير. التعطير هذا وش هو؟ دونك اون اي بوكو دابيل بوكو دو ميساج كونسيرنون سا. اي بان وي اون دوا كريي ان بارتي بوليتيك. Et ça sera un parti politique. On doit créer un parti politique. Il dit l'agrément, là, mais il dit je m'y Mais un parti politique ouvert. Un parti politique pour afficher un programme. Ou un programme. Donc, normalement, on a compris tout. Le gâche, il y a un programme. Il y a un programme. D'ailleurs, il y a un programme. 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 الجزائر مش محتاجه اللي يبكي ولا يندب عليها، الجزائر محتاجه اللي يدافع عليها، محتاجه اللي يجيب برنامج، محتاجه اللي يوعي الشعب، محتاجه اللي هيكل الشعب، محتاجه الى قياده حقيقيه تؤمن بدوله القانون. هذيك دوله مدنيه وماشي عسكريه والخرطيه داك، كي المدني سراق كي العسكري سراق سان شونج ريان، سان شونج ريان. هاو عندكم زالينسكي، هاو جابوه الانتخابات، جابو اكتر كي فوزي لو كلون، هاو جاب لهم حرب قد بالحملاوي، هاي البومبات ترشق في بلادو، ودركا يعدد خدمتو يندب. دونك لازم توعية حقيقية، ولازم انو الناس، حنا رايحين نشكلو حزب درك معاكم نتوما بيان سير، نشكلو حزب ويكون عنده مقر فيزيبل معلن باسمه بالضربوات نتاع الجزائر، يعني فريمون ان فري بارتي بوليتيك دو ميليتون بوليتيك ناسيوناليست اي باتريوت. هادي ناكد عليها، ناسيوناليست اي باتريوت. جو مونغاجري جامي دون ان بارتي اللي يحوس لي على الكومونيزم ولا على السوسياليزم ولا على الليبراليزم. نحوس انا توندونس باتريوتيك ناسيوناليست برك، لانه العالم بكل لاعبينها ديمقراطيين وانسانيين وهم بكل دي ناسيوناليست. وي فريد يسعد اون فا فير نتر لو اف اف اي. دونك فوالا لو ميليتانتيزم هنا في التنظيم. دقيقة نحيو لي بتي كونار هادو. دونك فوالا مي اتونسيون تاني ما تقولوش جو سوي برو روس، جو سوي ني برو روس ني منحاز الى روسيا ني منحاز الى امريكا ني منحاز الى الهند ني منحاز لاي دوله، انا منحاز لاني ديال. لي ديال هذا واش هو؟ سي دو ميليتي باسكو جو فو كونكريتيزي ان ريف تاع اون ناسيون الجيريان بويسونت، تاع امه جزائريه قويه حقيقة قوية بكل المعايير نتاع القوة. عندنا الإمكانيات وعندنا أكبر الإمكانيات.
هي الطاقة البشرية والشباب. ما يخفاكمش باللي نورمالمون تكون دراسة صحية، شكون حاب يعقم الشعب الجزائري؟ سياسة التعقيم درك عندنا يعني دي فيسو دانديس بزاف يقولوا باللي الشعب نتاعنا مارسوا عليه سياسة تعقيمية. صدير on a de forts doutes, de forts soupçons que des générations d'Algériens et d'Algériennes ont subi un traitement pour l'infertilité, pour le rendre infertile. والله difficilement procréant si vous voulez, mais هذه نحكيو عليها et de forts soupçons. Vraiment de forts soupçons parce que l'infertilité عندنا elle dépasse la moyenne, que ce soit africaine ou la européenne ou la même mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sera? À quelle période? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que ça sera une fois une génération? Mais c'est un sujet à explorer. Ou هذا يعتبر جريمة إنسانية. De toute façon, نوع من الجرائم هادو ما يخفاش فما مش بعيد على الاستعمار، خاصة الاستعمار الخبيث اللي هو النيوكولونياليزم. ما عنده حتى طابع إنساني، وما عنده حتى رحمة، وما عنده حتى رأفة، وما عنده حتى شفقة. لأنه لكان رأس المال سي فولي ديغار حروب غير على رأس المال. فوز إيماجيني مستعمر باش يطلق بلاد تدخل له دي سنتين دو مليار، إلي كابابل دو توي توت أن بابل، يقتل شعب كامل. Bon, je commence à répondre aux questions. J'ai fait le tour du sujet. Pratiquement, les habits n'adra les. Donc, très important l'annonce concernant la télé. Et demain, on verra la formule avec M. Karim Bouakez, comment l'annoncer sur Algérie Production. La nouvelle société sera créée ici en France. Ça sera une société. Normalement, je fous la structure, c'est Nikifesh Tkoun. L'essentiel, Dramadou vont être employés sur une TV web. Ça veut dire on aura un plateau. On aura un petit studio parce que l'imkaniyat taha daifa. On va faire appel à des bénévoles, des journalistes, des étudiants algériens pour animer, pour créer du contenu. Et bien sûr, le truc le plus important, c'est qu'on aura nashrat akhbar, des news, bel harbiya, bel qbaylia ou bel français ça, mais des news n'ta sah. Ça veut dire quoi? On collecte l'information à les différentes agences, on traite l'information et on l'expose telle qu'elle. Yani ma sma'ouch boudin wahda. نسمعوا بودنين بزاف ونمدوها للشعب. فوالا. وي جمال لوبيات ضاغطة، لا دياسبورا تقدر تكون لوبي ضغط كبير. حزب الغربة هذا اللي راح يكون لا رونيسونس دو اف اف في يقدر يكون حزب سياسي فعال، فعال بزاف وفعال كسوا على الانترناسيونال ولا فعال على الانتيريور بربي ان شاء الله. مي توجور دون لو سونس تاع واش؟ تاع بريزيرفي نوتر بيي، حماية الوطن. تطوير الوطن باش الجزائر تكتسب قوة حقيقية ونصايروا العالم هذا بنفس لي براتيك اللي راهو يتعامل بهم.